التقينا ببعض السلفية، قال أحدهم: ما معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ هل الآية تدل على الحصر؟ قلت نعم تدل الآية على الحصر. قال إذن كيف تستعينون بغير الله سبحانه وتعالى؟ إياك نعبد وإياك نستعين، تستعينون بغير الله سبحانه وتعالى. قلت حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، أليس في القرآن الكريم واستعينوا بالصبر والصلاة؟ إذن يجوز الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى وهي الصلاة، فأين صار الحصر وأين ذهب الحصر الذي يدل عليه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ من هنا يظهر أن كل ما كان إلهيا فيجوز الاستعانة به. قال والله يا أنتم رافضون.